صباحكم ورد وياسمين من جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا الحوارية الثانية لليوم. بدنا نتحدث عن موضوع كثير مهم بالمجتمع التربوي اليوم، فبرغم المتغيرات اللي عم تتسارع بشكل يومي لتأثر على كافة جوانب حياتنا بطريقة عم تصعب مواكبتها، باتت أحاديث المجتمع الشاغل. للأسف ظهرت آثار العنف بطريقة غير مسبوقة، والحلول المرحلية قد تكون ضئيلة. وعندما ننظر إلى المستقبل وإلى أطفالنا الذين يكبرون في مجتمع يحمل ملامح غريبة بعض الشيء عن المجتمع الذي كبرنا فيه، فكيف نتفادى العنف؟ هذا الموضوع اللي بنتحدث فيه مع ضيفتنا المتواجدة معنا اليوم ريم كنعان، رئيس شعبة التفوق والإبداع في مديرية التربية في محافظة اللاذقية. لك يسعد أوقاتك وأهلا ومرحبا بك، لحتى نتحدث عن موضوع أو عن إحدى الطرق أيضا كتير مهمة، وعن التواصل اللاعنيف بهذه الفقرة. صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا فيكي ونورتي صباحنا. موضوع كتير حلو وهام، يعني فعلا سلط الضوء عليه، موضوع التواصل اللاعنيف مع أطفالنا لحتى يكون فعلا يعني عندهم خطوات أساسية وثابتة للمستقبل. شو هو مبدأ التواصل اللاعنيف؟ خلينا نحكي. هلأ نحن حاليا عم نستخدم مبدأ التواصل اللاعنيف، وإذا انتبهتوا من فترة الوزارة متجهة على مبدأ أنه البعد عن العنف، لانه الاولاد عندنا ان كانوا صغار ولا كبار نتيجه الظروف والاحداث اللي مرت فيها سوريا، صار العنف شيء متواجد ومتاصل فيهم. صاروا الاولاد لما بيلعبوا مع بعضهم وبيلعبوا شيء حرب وضرب وقتل، بعد ما كنا نحن نعلمهم الالعاب السلسه الظريفه. هلا نحن عم نحاول من خلال الدورات او من خلال اليه التعامل مع الطلاب كارشاد نفسي او تعلم وجداني، نبعد الاولاد عن مبدا العنف، نعلمهم على العنف، نعلمهم يتواصلوا مع بعضهم بطريقه هادئه، بطريقه ما فيها عنف، يتعاملوا مع بعضهم بالالفاظ بالمصطلحات بهالطريقه، منشان يكونوا دائما هن فيهم سلام داخلي بنفسهم وذاتهم. تمام، يعني هلأ ذكرتي حضرتك يعني خلينا نقول توصيف للعنف أو التواصل العنفي، خلينا نحكي عن أهم جوانبه اليوم، يعني شو هي الأهم الجوانب الأساسية؟ هلأ مارشال روزنبرغ اللي هو مؤسس التواصل العنيف حقق 4 جوانب للتواصل العنيف، اللي هي أول شيء نحن منبلش فيها بالملاحظة، بعدين بالمشاعر، بعدين من خلال الاحتياجات، وآخر شيء الطلبات. انت فانه من مبدا انت لما بدك تتواصلي مع شخص، انت اول شيء بدك تلاحظي، بدك تعرفي شو الخلفيه وراء اي تصرف او وراء اي كلمه، لحتى تحققي شعورك وتعرفي انت تتعاملي مع مشاعره وتتعاملي مع مشاعرك، وتقدري انك انه يكون يحقق هو احتياجاته وانت تطلبي مطالبك منه بطريقه سهله وبسيطه. فانت لما بتلاحظي اي شيء وبتعرفي تعبري عن الملاحظه بطريقه صح، كتير بترتاحي بانك انت توصلي الفكره بطريقه سلسه وبسيطه. لما تطلبي انت الطلب منهم يكون الطلب واضح وبسيط وسهل، ويعرف يعبر عنه بطريقه ما فيها عنف وما فيها بعد عن اي نوع من انواع العنف او من انواع الغبن مثل ما بيقولوا، فانت بتوصلي لطلبك بطريقه سهله. تمام. نحن رح نتابع نحن وانتي مشاهدينا طبعا هذا الاستطلاع مع اختصاصيين وتربويين حول طرق تفادي العنف مع الطلاب، ومنرجع. نحن بنعزز ثقافة التواصل اللاعنف عن طريق التعاون مع الإدارة والمرشد الاجتماعي ومعلم الصف، منعزز الجوانب الإيجابية عند الطفل ونبعد عن الجوانب السلبية. الطفل المشاغب هاي الحركات اللي عنده غير مستثمرها بجوانب إيجابية، مثلا من الرسم نشوف إذا عنده طاقة للرسم، تعبير عن الرسم بالرياضة المسرحية بأي شغلة أي أمور مهم تكون إيجابية لإله أكثر ما أنا سلبية. منعزز ثقافة اللاعنف من خلال التواصل مع أولياء أمور التلاميذ، منحاول نبحث عن سبب العنف لدى الطفل، مشاكل أسرية، تعرضه لعنف بالشارع، ومنتعاون نحن والأهل من خلال معاملتي معه باللطف، تعزيز التصرفات الإيجابية عنده، كل تصرف منيح بنعطيه مقابل له هدايا، والكلمة الحلوة منركز عليها كتير، يرجع هو يردد الكلام اللطيف. ونحاول نجيبه ونهديه ونوجهه بشكل صحيح ونقول له العنف عادي سيئة،
فبنحاول نبعده قدر الامكان عن الموضوع هذا، بحيث انه نخليه يحب رفقاته ويتعامل معهم بهدوء بلطف بموده بمحبه، وهن بمثابه اخواته بالمدرسه. وبنلاحظ التغيرات اللي بتطرى عليه بعده، مدرسه تربيه وادب قبل ان تكون تعليم. فبقدر ما بيكون ما بنربي صح بقدر شو ما بنطلع جيل صح. بعد كلي عن العنف تماما من قبل الطالب ومن قبل المعلم، حتى عم نتعامل معهم بطريقه شو بابا وحبيبي وروحي وقلبي. كان عندي بعض الطلاب فركزت عليهم بالكلمه الحلوه، بعززين، بعمل لهم تغذيه، انا ام ثاني لهم بالصف، فبحسسهم بالامان بالحب بالتعامل، بعطي فاصل هيك شوي من الاغنيه حلوه، بغير من نفسيته، بعالج له داخله، بطلعه من هالحاله، بيصير مثل ومثل رفقاته، ويصير رفقاته يتعاملوا معه بطريقه حلوه وبمحبه. التعاون بين الأهالي والمدرسين ويعني تدريب الطالب ربما على بعض الطرق الهامة للسير بالطريقة الصحيحة سواء بالبيت وبالمدرسة، هن بيكملوا بعض. حضرتك اختصاصية بهالمجال، شو هي أهم الأسباب الممكن تؤدي للعنف في المدارس؟ لا، نحن قبل ما ندرب الطلاب نحن بدنا ندرب حالنا لحتى نحن نعلمهم كيف هن يتواصلوا بطريقة لا عنيفة مع بعضهم. نحن إذا نحن كنا سبب آلية التواصل العنيف بأسلوب دخلتنا على الصف وبأسلوب تعاملنا معهم، فهن رح ينعكس هذا الموضوع عليهم أكيد. أنا كأم بداية وكتربوية بالمدرسة ثانيا لازم أتعامل مع الولد بطريقة تبعده عن موضوع العنف، لازم أعرفه هو كيف يعرف مشاعره، كيف يعبر عن مشاعره بطريقة صح، كيف لما يطلب طلبه يطلبه بطريقة صح ويوصل للطرف الآخر الموضوع. نحن دائما نشوف خلافات أحيانا بين الأستاذ والطالب، اسمعي الأستاذ بتقتنعي منه واسمعي من الطالب بتقتنعي منه، فهو المشكلة بيناتهم هو التواصل، هن ما عم يعرفوا يتواصلوا مع بعضهم بطريقة صح. للأستاذ عليه حق وللطالب عليه حق، بس كل واحد أخذ الموضوع من جانبه الشخصي. لما كل واحد بيفكر الثاني وبيشعر فيه فهو بيعرف يتعامل معه بطريقة صح. نحن بدنا نبحث عن احتياجات الطالب لحتى نطلب منه نحن شو بدنا. طيب كيف بنقدر هيك آن سريم، بما انك ذكرتي يعني هيدي الفكرة، يعني كيف بنقدر نحن فعلا نخلي الأطفال هني يعبروا عن ذاتهم، وخصوص الأطفال اللي تعرضوا للعنف بحياتهم، ربما عنف أسري، ربما عرس ربما انه عنف ايضا بالمجتمع، يعني في كثير عنا يعني انواع للعنف، فنحن كيف بنقدر نساعد الأطفال على التعبير عن ذاتهم وخصوصا اللي تعرضوا؟ هلا نحن كتربويين بدنا نقدر نتواصل اول شيء مع الاهل ومع المجتمع المحيط فيه لحتى نقدر نطلع من الطفل طفل سوي نفسيا قادر انه هو يعبر عن ذاته. نحن اذا الطفل ما كان عنده ثقته بنفسه او ثقته بذاته قادر انه هو يعبر بطريقه صح، هون بتكون المشكله. نحن بدنا ندفع الطالب او التلميذ ان كان صغير ولا كبير انه يحكي بصدق، انه هو ما يخاف، انه هو ما يكون عنده هالرعب من الاهل او من الاستاذ. انا بطلب طلبي بثقه. الطالب احيانا بيكون بده يطلع مثلا على الحمام فهو من خوفه من استاذه بيخترع 100 قصه، انا مرضان، انا كذا. لا، انت تعلم انك انت تطلب طلبك، وحتى لو ما تنفذ هالمره بيتنفذ ثاني مره. موضوع ثقه الطالب بنفسه من خلال الاهل ومن خلال تعليم الاهل انه هن كيف يتواصلوا مع اولادهم بطريقه صح، ما يعلمون يخافوا، يعلمون يعبروا عن مشاعرهم بطريقه صح، يعلمون يفرقوا بين شعورك انت كشعور وبين تفكيرك تجاه الاخر. انت ممكن تكون احيانا بيجي طالب بيقول انا حاسس انه الاستاذ ما بيحبني، هذا الشعور هو يعني ما هون بنأكد على فكرة
فكره يعني دائما بصير في خلط بين التعبير من خلال الافكار او التعبير عن المشاعر، وخاصه عند الاطفال ما بيقدروا يمكن يتحكموا ويعبروا بالطريقه الصحيحه باحساسهم احيانا، ممكن بعض الارشادات اللي بياخذون من المدرسين او من البيت ممكن يصير في خلط بين القدره على التعبير. برايك شو هي الاهم نركز عليها لحتى ما نوصل لمرحله التواصل او نوصل لمرحله التواصل العنيف مع هلا الأطفال؟ اول فكره نحن لازم نعرفها انه نحن كأشخاص أو بالحياة نحن عندنا 5 مشاعر فقط، هي مشاعر الحزن، الغضب، الفرح والاشمئزاز. هدول المشاعر هم الوحيدين اللي اسمهم مشاعر، باقي الشغلات هي أفكار، هي اعتقادات، هي تقييمات نحن ممكن نطلقها بطريقة غلط. نحن لما بنعرف نعبر عن مشاعرنا بطريقة صح ونعرف شو هو الشعور الأصلاً هو يعني هو الصح والموجود، نحن قادرين انه نطلع طفل قادر يميز بين شعوره وبين فكرته تجاه الاستاذ. اتعلم انت كطالب انك تقول انا زعلان. احيانا بنلاقي الولد الصغير قادر يقول انا زعلان اكثر من الكبير. صحيح. الكبير كثير بيلف ويدور حول القصه أكثر. هلا كثير نحن كبنات احيانا نستخدم مصطلح انه لو بهمك كنت بتعرف، ومستلمينا شباب عليها. هو بالفعل الشخص دائما لازم يعرف الطرف الثاني شو الشيء اللي بحاجته لحتى يقدر يتعامل معه ويقدر يعبر عن شعوره بطريقه صح. دائما احيانا والاناث نحن كاناث تحديدا بنكون نحن بدنا شيء وبنقول بدنا شيء ثاني. مثلا انا كزوجه ممكن اذا بدي اروح مشوار ما اقول له لزوجي انا بدي اروح مشوار، اقول له والله كانه جارتنا رايحه هي وجوزها مشوار، فهو ببساطه بيقول لي الله معهم يعني انه هيك. ف تماما. فدائما نحن نحاول نخلي الولد يتعلم يطلب الطلب بطريقه واضحه وصريحه انه انا بدي هالشغله، مو يلف ويدور على القصه، لانه كل واحد بيعبر عنا بطريقه مختلفه بتوصل للطرف الثاني بطريقه. طيب كيف رح. كمان بنقدر نحن انساريين نعزز القدره على الاصغاء او خلينا نقول الملاحظه الدقيقه والحقيقيه؟ يعني هلا نحن في كثير منا مثلا بعض المواضيع ممكن ما نصغي بالشكل السليم او الصحيح، وخصوصي للاطفال لما بدهم يحكوا شيء او يعبروا عن شيء نحن ما نسمعهم صح او ما نقدر نعطيهم وقت او نطول بالنا عليهم لنصغي. طبعا هن شو عم يحكوا او شو هن عندهم ملاحظات او نحن نقدر ننتبه على هذا الموضوع. فكيف نحن بنقدر نعزز هذه القدره سواء كنا نحن الكبار او حتى عند الاطفال؟ هلا يعني كمان يسمعونا نحن شو عم نحكي. هلا نحن الطفل هو عباره عن عجينه، الطفل متلقي اكثر ما هو قادر انه هو يعطي. فانت دائما لما بدك تعلمي الطفل شيء انت بدك تتصرفي. لما انا بيجي ابني وهو عم بيحكيني كون انا عم بجري او كون انا عم بحكي مع رفيقتي وهو عم يحكي، هو بيتعلم انه هو ما بقى يصغي لي. دائما الام ان كانت الام في البيت او كانت المدرسه لما بدك الطالب مهما كان الموضوع بالنسبه لك تافه فهو بالنسبه له كثير كبير. فانت لما بدك تسمعي يا اما اسمعي بكل جوارحك يا اما ما تسمعي، قولي له انا بسمعك بعد شوي لاني انا مشغوله. علمي الطفل انه هو لما يكون يطلب اي طلب كوني انت متواجده معه باحساسك وبشعورك حتى بنظرك. يعني انت لما بدك تتعاملي مع ابنك او تتعاملي مع طالبك طلعي فيه، اتركي كل شيء من ايدك وتطلعي فيه. فهو بيتعلم انه الاصغاء شيء مهم وبصير هو يسمع لنا. دائما الطفل تصرفي معه لحتى تاخذي نتيجه. تمام. ما تطلبي منه شيء انت مانك عم تعطي. صحيح. هلا يعني بنهايه الحديث استاذه خلينا نحكي عن اهميه انتقاء الكلمات بالتعامل مع الاخرين. احيانا اصدار او اطلاق احكام معينه على الطرف الاخر ممكن يكون له اثر كثير كبير، اثر استفزازي، اثر ممكن على شخصيه الطالب او حتى الطالبه. كيف ممكن احنا نتعلم انتقاء الكلمات لحتى نقدر نتواصل بطريقه صحيحه؟ هو اهم شيء بالتواصل العنيف مثل ما قلت هو استخدام المصطلحات، استخدام الألفاظ. ممكن أنا الفكرة نفسها وصلها بطريقة صح وبطريقة سلسة وتقبلها الطرف الآخر بهالطريقة. يعني أنا مثلا لما بدي إجي أقول لك إنه أنت مثلا حاسة إنه أنت بالدوام مستبعدينك، أنت لما بقول لك هالكلمة فبكون أثرها كثير صعب عليك. غير أنا فيني وصل لك الفكرة بطريقة ثانية إنه أقول لك كأني أنا شفت اليوم إنه أنت ما عطوكي دور كبير،
فانت يعني انا الفكره وصلت وصلت وصلت، بس الاليه او الاسلوب اللي وصلت فيها الفكره هي اللي خلت الطرف الثاني يستفز. فانا لما بستخدم الالفاظ البسيطه والالفاظ الواضحه والسهله وعلم اولادنا ان كان بالمدرسه او بالبيت انه يستخدموا هالمصطلحات ويبعدوا عن المصطلحات الفجه، فدائما بتوصل الفكره لنا بطريقه ابسط ونحن بنتقبلها بطريقه صح. يعني انا لما بيجي ابني لما بيجي بيقول لي الان سعيطت علي وقالت لي اهلك مثلا ما عرفوا يربوك او كذا او هيك، انا كاهل ممكن الموضوع يستفزني وممكن روح على المدرسه وانا معصبه. لما الانسه بتجي بتدق لي تليفون وبتقول لي انه انا عايزتك، كانه اليوم ابنك كان معصب لسبب معين بالبيت، فانا بروح وانا عم بعتذر. دائما استخدموا المصطلحات البسيطه المصطلحات الايجابيه لحتى نحن نعلم ابننا انه يكون ايجابي مع الاخرين، يكون في براءه ولا عنف ومحبه. صحيح. تجاه رفقاته وتجاه معلمته تجاه بيته. تماما، هو كل شيء بالاعتياد وبالتدريب، نحن كيف ندرب انفسنا وبعدين يعني اطفالنا لحتى نكون نحن فعلا قادين نكون ايجابيين بالمجتمع وبعيدا عن العنف. واكيد هيدا اللي بنتمنى انه نحن فعلا نكون بمجتمع سليم وعافى، واكيد بنتمنى لكل اطفالنا مستقبل يكون كمان صحي وصحيح، يعني هيدا الاهم والافضل يلي هن اطفالنا يلي هن اهم شريحه بالمجتمع اللي لازم نركز عليها. شكرا كثير لك الآنسة رينكنعان، حضرتك رئيس شعبة التفوق الابداع في مديريه تربيه اللاذقين. شكرا لحضرتك، شكرا لتواجدك معنا. يعطيكي الف عافيه.